اليوم كانت لنا زيارة إلى مديرية مرور نينوى. خلال الزيارة التقينا السيد اللواء عواد السورتشي لتقديم التهاني وتبريكات بمناسبة تسنمه المنصب مدير مرور نينوى. نتمنى له الموفقية وله ولفريق العمل المتواجدين معه لتقديم الخدمات لأهالينا في محافظة نينوى. حقيقة خلال الزيارة لاحظنا أن العمل تسير بمهنية وبشفافية عالية. خلال ملاحظتنا في أروقة المرور لا يوجد هناك معوقات تذكر في السلبية في هذه الدائرة، وإن شاء الله نتمنى تقديم مزيد من العطاء والدعم لأهالينا للتخفيف عن كاهل المواطن في محافظة نينوى، وبالتالي نتمنى الموفقية للجميع، ونحن إن شاء الله ساندين وداعمين السيد اللواء. ليس جديد له هذه العمل في محافظة نينوى، إلا تاريخه إلا بصمة في محافظة نينوى إن شاء الله. في سياق المتصل نفسه تم زيارة إلى مديرية أمن الوطني لتقديم التهاني الأخ عميد فلاح، وتم التنسيق معه لدعم هذه المؤسسة، ومؤسسة مهمة، مؤسسة أمنية في محافظة نينوى. نتمنى له الموفقية والسداد والنجاح في عمله إن شاء الله.